شوف الآن التواضع، نسمع باب التواضع، قرأنا هذا الكلام بمعنى. نعم، باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. ما معنى التواضع؟ ما معنى التواضع؟ قبول الحق وعدم التطاول على الناس. إذن أولا من مظاهر التواضع واحد قبول الحق. أنت غلطان. فعلا أنا غلطان. لذا شيخنا الألباني رحمه الله كان يضرب مثلا في التواضع. كنا مرة في مجلس وأنا يدوب 20 سنة، فقام واحد سأله سؤال في علم الحديث. في علم الحديث اللي شهد له مين؟ القاسم والداني. وسأله عن حديث حقيقة، فالشيخ الألباني قال له لا أعلم. يا الله، الشيخ الألباني يقول لا أعلم، شو هالتواضع هذا؟ فإذا واحد من مظاهر التواضع قبول الحق، اثنين الاعتراف بالنقص، ثلاث عدم التطاول على الناس، أربعة عدم التكبر. هو هذا عدم استحقار الناس، خمسة، وهذا شيء مهم، آخر نقطة، كيف بدك تصير متواضع؟ هذا وسيلة الوصول للتواضع. لكن ما هو التواضع؟ ما بتعرفوا كيف تتواضعوا؟ لا يا رجل، شيء كيف بدك تصير متواضع؟ يا رجل شو متحزر؟ عدم شتم الناس. إذا أردت أن تتواضع اجعل نفسك أقل من الناس. كيف؟ قوم اليوم نظف حمامات الجامع، هالبراز وهالبول، وأنظف. شو صار أنت؟ هذولاك شو مالهم؟ صاروا أعلى منك دنيويا، لكن حقيقة أمر إيش؟ أنت أصبحت تسير في طريق التواضع. شو بتساوي؟ والله بكنس الجامع. اجعل نفسك أقل من الغير. شو حضرتك راكب؟ والله راكب، والله جارنا عنده سيارة هيك بدها تتدمر، بدي أركب فيها عشان إيش؟ وامشي بين التجار اللي بيعرفوني، ابين انا راكب اقل سيارة. اذا التواضع ان تجعل نفسك في مكان اقل من غيرك. بس كمل كمل كمل، وانت تستطيع ان تكون في المكان الاعلى. اما حضرتك شو؟ والله انا متواضع راكب في سيارة حق 2000 ليرة. طب شو قدراتك؟ 1500. لا تيك مش متواضع حبيبي، ما انت اصلا معاكش. وين متواضع؟ انك عندك قدرة تركب سيارة ام 20,000 وراكب لي سيارة ام 2000، وكل شوي الناس بتزمر لك والله ما بعرف بنشر، والله ما بنعرف، خرب البواجي، خرب البلاتين. انا ما بقول لك دائما، انا ما بقول لك دائما يعني ليل مع نهار، لا، في فتره من الفترات. وين حضرتك؟ طالع عمره. وين سكنت؟ بسكن على بلاط الحرم. انا ما بسكن. لا، بدنا ندور تتواضع. وين؟ في العزيزيه. لا اله الا الله. يلا ماشي، لو ليله نام في العزيزية وعند الجن هذول، ما احبس الجن ولا مصرمين، برج الاصيل وبرج المصرمين. تواضع. شو انت وين ماكل اليوم؟ والله بدي اكل صحن فول. شو قدراتك؟ كباب.
يعني طول النهار وين حضرتك؟ والله قاعد عند رجل امي قاعد بغسل بدل ما امي بتغسل انا بغسل عنها، بدل انا اللي بجلي. في حدا الزمك؟ انو يلزمني؟ ما حدا بيلزمني، بس انا بدي اسوي متواضع. هاي الاخلاق. ولا كيف فلان متواضع؟ بسأل مرة واحد كيف فلان متواضع؟ قال متواضع جدا يا شيخ. قل له كيف؟ قال بيظل ساكت. ما شاء الله، هيك التواضع. اصلا ما تخاف الا من الساكت زي ما بيقولوا العوام، مع انه لا اصل له. شو يعني اذا ساكت يعني متواضع؟ بكره بس يخلف فيك ببين الساكت. بدنا تواضع. شو حضرتك؟ حامل خلوي ابو العشر ليرات. قديش قدرتك؟ ابو الالفين. بدنا هذول اللي معهم مصاري نشوفوا راكب بسكليت او سيارة بكل شوية اللي هي مقطوعة، نشوفوا بنظف حمامات الجوامع، نشوفوا بكنس، نشوف بزور الفقراء. وين حضرتك؟ والله في مخيم كذا في البقعة، رايح ازور واحد في الله واعطي درس في البقعة. لا والله انا البقعة ما بعطي فيها دروس، شوفوا لي درس في عبدون عند الجمساد. هاي التواضع. وين التواضع؟ اسأل نفسك، راجع حساباتك. فهمنا شو معنى التواضع؟ ان تجعل نفسك في مكان ايش؟ اقل من مستواك، وانت تستطيع ان تكون في مكان اعلى، وبالتالي يظهر كلامكم، يتقبل الحق، لا يستحقر الناس، لا يتطاول على الناس. شو بدك تتطاول اول كلمة؟ شو مالك؟ ما هسه شفتك بتنظف حمامات الجامع يا زلمه، روح اتحمم ريحتك طالعة اصلا. ها صير نحكي لك الكلام هذا ايش؟ تهضم نفسك. اما لابس لي هالبدلة وهالقرفتة وبترش في هالعطر وهذا، تعرفين مع مين بتحكوه؟ ايه يا رجل شايفين زيك كثير. نسمع الان التواضع. نعم. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اذا جناحك هذا شو ماله؟ مقصوص، وخصوصا امام مين؟ الوالدين. امام الوالد شو انت؟ والله انا بطل المملكة في الملاكمة. طب امام ابوك عبارة عن ريشة بنفخ علي برت مع الارض، كلمة ما بحكي. صوتك كيف؟ والله صوتي انا بوصل بدكم السماعات اذا بدي اطلع صوتي. طب قدام امك وابوك بسمعوش صوتي. كان احدهم لا يجرأ اذا خاطب امه ان يسمعها صوته، ظل تقول له ايش ايش، ما بلغ من برك لامك. قال الا اسمعها صوتي. الصوت ما تسمعوش من كثر ما هو خايف يكون رفع صوته. اما بتبقى انت مارك في الحاره ولا واحد فاتح صوته شو في؟ قال انا بناقش في امي. لا امه مجلوطه مسكين. الوالدين صوت ممنوع يسمعوا صوتك، بدهم يحكوا شو سويت. ولا حول ولا قوه الا بالله. التواضع. أعطيكم كمان 50 مثال على التواضع. والله لا يأذن الجمعة وأنا بقول لكم عن التواضع أمثلة.
بقول لكم شوفوا في مثال قبل شوي ولا واحد رافع ايده؟